السلام عليكم الإخوان. بعد غيبة لمدة أسبوع نرجع لكم واحد فيديو صغير. خليكم في بلاصة الويكاند هذه. كيدايرين؟ كيداير الأمور عندكم؟ كيدوزو الولاعة؟ كيدوزو الطلاق؟ نتمنى الأمور تكون في أحسن الأحوال. قلنا عليكم دابا واحد السويمينة. المهم الحميمة ملي كنا شدينا السيمانة اللي فاتت طلقناها لمولاها، وصلات مولاها الله يسخر ليه في حلالو السيد قنيطرة، وصلاتو في هذاك النهار الحمد لله. على كل حال ملي كتصل الأمانة لمولاها الحمد لله، وإنا غير ديالنا الله يرحم لها الحلال. أما ذوك الناس اللي كيدير عباد الله الله يهديهم وصافي. على عين اليوم الحمام عطيناه دوش. يوم السبت خمسة شهر ثلاثة 2022 درنا عملية نيطواياج. نقينا الصباح خرجت هادشي كامل نقيناه، النظافة مزيانة، الحمام كيبقى مزيان، حتى كتبقى مزيان كتبقى مولع. ونيت اصلا الحمام باش ميمرضش في الجهاز التنفسي ديالو، تبقى الصحة ديالو مزيان الحمد لله. نقينا السجنة مزيان، ها البلايص ديالهم تا هو نقيناهم، كندير لهم الزومان هنايا باش تسهل عملية النظافة. كتبغي تنقي بلاصتهم كتحيد الزومان كتجمعو صافي بحال ما كاين والو. شطبنا الشينا جابيل صانك الوقت تعقيم ضروري. ايوا هادشي اللي كاين هاد الساعة. اليوم غنعطيهم في الوجبة ان شاء الله غنعطيهم مضاد حيوي طبيعي اللي هو زيت الزيتون والثوم. غنديرو مع الخلطة مع الحبوب اللي كنعطيهم ديما. يلا بقاو معنا خلطوا اليوم وانا معكم. تحياتي للجميع. اخوان هادو هما الحبوب اللي غنقدمو لماما كي كيبغيو كيبريو هداك الزيت، زيت الزيتون والثوم مضاد حيوي. كيستعملو البشر كيستعملو الحيوان، ديما ضروري خصك تبقى ديما محافظ على المناعة ديالو. الوقاية خير من العلاج. يلا بقاو معانا تصاوبو لهم داكشي في العلافة وانا معاكم. يلا تحياتي للجميع. Thank you.
تبارك الله اللهم بارك. تحية لجميع المواليع، تحية خاصة أخ عيسى عربي، مدينة قديمة مدينة كازا. تحية عائلة أخ جامع الفرات قناة جمال الفرات وتلا، تحية ليه، تحية لفاطمة زهرة ابنة ديالو المولوعة صغيرة، الله يصلح لي الدنيا الله يخلي لي صحيحته. تحية خويا عصام 36 عصام فارس طونديم فوديل. تحية خويا الهلالي يونس مولوع ديال الدار البيضاء ولا اروع، الله يصلح لي الحميمات. تحية جميع المواليع داخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن. تحية المواليع اللي كيحبوا الولاعة وكيسهروا عليها. تحية للشرفاء اللي كيلعبوا بنزاهة، اما اصحاب على بالكم ما عندناش معاهم. جبنا من هذا المنبر يكونوا سمعوا لي الناس اللي بشر ماشي ناس، عارفين يكونوا ناس ابشر اللي كيتعرضوا للحمام ديال السباق والقطبان، تشير على الحمام قتلوا على قبل باش يحيدوا الخاتم يبيعوه بالفرانك ولا 100 ريال. الطائر طائر السباق طائر الحر كيسوى عند مولاه الكثير والكثير، كيسهر عليه من نهار كيتزاد عندو وكلو شربو داويه طلع عليه بالليل بيسي وكينعس وينعس كيشبعو يسمح في راسو يسمح في ولادو. تقدر الطائر يهز الطوان ديال الحديد ويشير على الفرق ديال المسابقة باش يطيح فيه، ماشي يدي لهم الكواتم ديالهم يبيعهم في الشوطية بدرهم ولا بدرهم ولا يا شيخ ترش من النار. المولع مسكين كيبقى يتسنى بحال شي ولد مسكين كيتسنى في المدرسة وما كيرجعش الله يهديكم الله يهديكم الله يهديكم. بغينا نسمعو عليكم دعوة المظلوم، ليس بينها وبين الله حجاب، توصل توصل والله يمهل ولا يهمل. هذا الشيء راه ما ديمش اليوم تصيد وغدا تصيد. الله يعفو عليكم الله يهديكم. من هاد المنبر تحية للناس اللي كيسهروا على نجاح مثل هاد المسابقات قريب او بعيد، اهل المكاتب اعضاء المكاتب الناس اللي كيحرصوا على وصول الشاحنه المحمله بالحمام الى الاطلاق. كنلقى شي موالي عاولا الدوار تمايا، ما موالي ما والو كيجيو يحميو تاهما الحمام ويرجعو على البراش، اسمحوا لي على المصطلح، كيتلقاو لهادو الفرق ديال الحمام باش يقتلوه والله الا كيجريو عليهم. تحيه ليهم من هاد المنبر والله يهدي ما خلق. مبارك عواشركم دخول شهر شعبان اللهم بلغنا رمضان تقبله منا يا الله سيدنا. هذه خلاصه لي ولاعة اليوم، ما بغيتش نصور لكم نطوية الصباح و داكشي عشاكم فهمتي. المهم لقينا ليهم لقيناهم عامو
خلينا لهم الفوق اوفر اليوم خرجوا كيف الفلو ورجعوا الفوق كما بغاو خدينا عليهم ما والو ايوا شي كاين دابا عطينا الموجبه ديالهم دابا غنمشيو ان شاء الله نعطيهم الماء هذا جا هادشي اللي كاين الله استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحياتي للجميع. Thank you.